جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في الليل في ليلة الجمعة فصلي 4 ركعات، وتقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد خذي فاحمد الله واثني عليه إلى آخر الدعاء، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 فبإذن الله تحفظ القرآن. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تقرأ هذه السور بكاملها أم يقرأ قليل منها؟ وهل هي تلاوة على ظهر قلب أو من المصحف؟ هذا الحديث لا أصل له، والعمل به يكون من البدعة، وحفظ القرآن يحصل بالجد والاجتهاد في تعلم القرآن وتلاوته وحفظه والنية الصالحة. ليس له صلاة خاصة، ليس لحفظ القرآن صلاة خاصة. لما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.